بسم الله. بعطي 5/2013 للشاعر الذي سيطر عليها جيش الإنقاذ السوري. بعد معارك ضارية مع عصابات الأسد، هنا انتشار كتاب الجيش الإنقاذ السوري، وهذا مدخل أحد آبار النفط التي سيطر عليها بعد معارك ضارية مع عصابات الأسد. الله أكبر. وهنا كتائب ينتشرون حول آبار نفط لحمايتها من عصابات الأسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعون الله بعد معارك ضارية مع طاغية الأسد دحرهم من هذه الآبار إلى المناطق الجنوبية، واليوم الحمد لله تم الانتشار على جميع الآبار من نقاط تمركز لحمايتها، حيث تم سطهم من الجهة الجنوبية. حاولوا اقتحام المنطقة ولكن الحمد لله تم سطهم من قبل جيش الإنقاذ السوري واتحاد عشائر سوريا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يعني إن شاء الله بدها ترجع أراضينا لنا مال بيت الأسد إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. هاي بوادر النصر. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أحد مقاتلين الجيش الإنقاذ السوري لواء بعض الحق من الساحل يقوم. والله الحمد لله بعد ما استلينا على أبار النفط بساعات بعض الخبراء وعبر الانترنت تعلمنا كيف نشغل الأبار ونستفيد منه، ندعم الشعب ندعم السواء ندعم الجيش الإنقاذ كله بإذن الله. هذا أحد أبار النفط